أذكى مزور في التاريخ، انتحل شخصية الطيار، الطبيب والمحامي، نصب على أعرق شركات الطيران في أمريكا، تحايل على 4 رؤساء دول وحصد منهم الملايين، طلب للمحاكمة لأكثر من 12 دولة، من أكبر مزور إلى أعظم كاشف للتزوير، فرانك أباغنيل. ولد فرانك في مدينة نيويورك في العام 1948 من أب أمريكي وأم فرنسية. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة كاثوليكية. اعتبر فرانك والده مثله الأعلى في كل شيء، وللمفارقة أن والده هو أول ضحية له بالنصب، حيث استخدم بطاقة والده لشراء قطع سيارات على الورق فقط وقبض ثمنها. بدأ بالعمل في عمر مبكرة بأعمال متنوعة بأجر زهيد، ولكي يضاعف أجره عدل شهادة ميلاده بإضافة 10 سنوات على عمره الحقيقي لتبدأ رحلته في عالم التحايل والنصب. فرانك الطيار في سن 16 بدأ بتزوير شيكات، وحصل من خلالها على الأموال من شركة طيران بان أمريكا، ثم ما لبث أن أقنع الشركة العريقة ذاتها بأنه طيار وأنه تحت نظام الديد هيدينج، أي أنه يسافر كراكب لإحضار طائرة من مطار آخر، وبالتالي كان يسافر مجانا وينام في أفخر الفنادق على حساب الشركة. سافر على مدى 2 مجانا إلى أكثر من 26 بلدا حول العالم. لم يكتف فرانك بهذه الامتيازات، بل وخلال تلك الرحلات تحايل بـ2,000,000 دولار على رؤساء 4 دول إفريقية، وهي ليبيريا وملاوي وزامبيا والغابون، بعد أن أقنعهم أنه مبعوث من البنك الدولي وأن لديه معلومات حول سرقاتهم وحساباتهم السرية في سويسرا. فرانك الطبيب. بعد أشهر في مهنته كطيار أثيرت الشكوك حول فرانك، فقرر الانسحاب وبدأ بالبحث عن مهنة جديدة، وبالفعل تقمص دور طبيب الأطفال هذه المرة، حيث لبس الرداء الأبيض ووضع سماعة الأذنين وغير اسمه ليصبح الدكتور فرانك ويليامز، وعمل في مقره الجديد في مستشفى للأطفال في جورجيا بأمريكا، بل وأصبح مشرفاً على الأطباء المتدربين في المستشفى، حيث لم يجد أي صعوبة في مهنته الجديدة، وعلى العكس أتقن دوره حتى بوصف الدواء. Yes, I worked for a year as chief resident of a hospital in Georgia. Could I ask you, number two, which hospital? It was the Cobb County General Hospital in Marietta, Georgia. Uh-huh. Did anybody get well under your order, or was it vice versa? Yeah, I had no problems. بعدما يقارب العام في عمله كطبيب، قرر ترك المهنة بسبب حادثة طلب استشارته بها لطفل يختنق، فترك القرار للأطباء المتدربين بحجة أنه امتحان لهم. خلع فرانك ثوبه وبدأ برحلته نحو مهنة أخرى جديدة. فرانك المحامي. خلال عمله كطيار عرف نفسه لإحدى المضيفات على أنه محام أيضا. جاء الوقت ليرتدي الرداء الأسود، وهذه المرة بشهادة من جامعة هارفارد رسمية، حيث استطاع فرانك أن يزور شهادة المحاماة من الجامعة العريقة، وللمفارقة أنه اجتاز امتحان الأهلية الخاص بنقابة المحامين بطريقة قانونية وبعد مراجعة كامل الأبحاث، بل واستلم منصب المدعي العام لولاية لويزيانا لعدة أشهر قبل أن يشك به أحد المحامين ويلاحق ماضيه. هنا تخلى عن منصبه وعن شهادته وهرب إلى فرنسا ليعمل موظفاً بشركة الخطوط الجوية الفرنسية. خلال أعماله السابقة لم يتوقف للحظة عن تزوير الشيكات. كان فرانك أحد أهم المطلوبين على قائمة البحث لأكثر من 12 بلداً بسبب احتيالاته. لم يكن لأحد أن يستطيع القبض عليه بسبب انتحاله لأي شخصية كانت. اعتقال فرانك. بعد مطاردات لسنوات عجز خلالها الأمن من القبض عليه. ألقي القبض عليه في عام 1969 في فرنسا من خلال ملصق يحوي صورته. طلبته أكثر من 12 دولة للمحاكمة بسبب جرائم التحايل والنصب. حكم عليه في فرنسا بالسجن لمدة عام. بعد أيام طلبته السويد وسجن فيها لمدة 6 أشهر، ثم نقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مليئة بالحرس، ولكنه استخدم حمام الطائرة وتمكن من الهرب قبل هبوطها بأمتار قليلة. بعد عدة أيام تم إلقاء القبض عليه من جديد قبل محاولته الهرب إلى البرازيل. فرانك التائب.
خلال فترة اعتقاله طلبت المخابرات مساعدته في الكشف عن خدع النصب والاحتيال. نجح بعمله الجديد هذه المرة وأكمل فترة عقوبته في مبنى الاستخبارات الأمريكية. أسس فرانك فيما بعد مؤسسة أباغني للكشف عن التزوير، وفي عام 2012 استعان مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا بخبرة فرانك، وذلك لاختبار موثوقية بطاقات الضمان الاجتماعي لكبار السن تجنبا للنصب أو المخادعة فيها. أنتجت هوليوود في عام 2002 فيلما من بطولة ليوناردو دي كابريو يحكي قصة فرانك أباغنيل بعنوان أمسكني إن استطعت، Catch me if you can. ما زال فرانك أباغنيل حتى وقتنا هذا يضع خبرته للكشف عن طرق النصب والاحتيال. هل تعتقد أن ما يفعله الآن يمحو أخطاء الماضي